اعتقادي بعد مفاوضات وبعد الزيارة التاريخية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى إيطاليا، اعتقادي كانت هناك توجيهات وكانت هناك متابعة من طرف سعادة السفير في إيطاليا من أجل التفاوض، وبعد الحمد لله قمنا في الأسابيع الماضية بالتفاوض مع مجمع سيلونتيس على علامة فيات، واليوم حضور المدير العام لمجمع سيلونتيس لحضور هذا التوقيع البروتوكولي من أجل تسييد هذا المشروع. وكان هناك عمل جبار خاصة فيما يخص التقنيين على نسبة الإدماج وكذلك المتابعة وإنشاء المؤسسات فيما يخص الإيكوسيستم تاع صناعة السيارات. وبعد زيارة للمنطقة وهران اليوم الحمد لله مجمع سيلونتيس وعلامة فيات موجودة وحاضرة، قمنا بالإمضاء، وإن شاء الله في السنة المقبلة إن شاء الله سوف يكون لدينا منتوج لشركة فيات نهاية السنة إن شاء الله ل 2023 بإذن الله لعدة أنواع من السيارات. C'est en effet un jour émouvant pour la marque Fiat, pour cette marque iconique italienne, que d'être ici avec Monsieur le Ministre pour célébrer cet accord cadre. Et nous sommes non seulement émus de cet événement, mais nous sommes aussi honorés d'avoir l'opportunité d'apporter ici en Algérie ce que nous avons de meilleur au niveau de notre marque Fiat, avec toutes ses technologies, sa modernité, sa connectivité et tout ce qu'on peut espérer de mieux dans l'industrie automobile mondiale. Donc c'est une très belle journée et je suis très joyeux d'être ici avec vous.